والله يعني هو المباراة كانت كويسة يعني كبداية للكابتن حسام حسن طبعا، ويعني كان في تحفظ شوية دفاعيا وهجوميا، وفرقة نيوزيلندا برضه فرقة مش وحشة يعني، بس فكان طبعا طبيعي كبداية لازم يبقى ايه ما يبانش شكل هجومي اكتر شوية. في تطور جامد وواضح طبعا، في روح في الفرقة، اللعيبة مراكزها واضحة، حاسس ان هم عايزين يكسبوا. في فرقة عن قبل كده ما كانش فيه روح خالص وكان كله مشتت قبل كده. عندنا طبعا مروان عطية ده بصراحة ويستاهل احسن لاعب في المباراة امبارح، وعمر مرموش في تطور ملحوظ جامد جدا 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 فيه، ومصطفى محمد ده صخرة المنتخب كده كده. والأداء كويس، وحسام حسن عامل تقدم مع المنتخب وشخصيته قوية وباينة مع المنتخب، وعندنا لعيبة كويسة في نص الملعب زي مروان عطية، فاللعيبة يعني بتعمل زي ده في الملعب وكده. والله الأداء أنا شايف إن هو عادي يعني، ولا هو حاجة واو، إحنا نفسنا نشوف منتخب زي حسن شحاتة كده. بالتالي هو الوحيد اللي كان بيلعب بطريقة هجومية طول الوقت، وهو الوحيد اللي كنا بنستمتع بالماتشات معاه. هو طبعا في وجود كابتن كبير زي كابتن حسام حسن، عنده روح وعنده خبرة، عارف إمكانيات اللعيبة المصرية، عمل هارموني كويس قوي في الفريق، بدليل إنه خد 9 لعيبة من النادي الأهلي، فقدر يعمل تجانس واضح قوي في أول مباراة. كنا كلنا خايفين إن أول مباراة يحصل فيها عدم تجانس، لكن هو رؤيته بأنه ياخد لعيبة كتير من نفس النادي، نادي الأهلي، نادي واخد على البطولات، نادي واخد على الروح، نادي واخد على اللعب تحت ضغوط، فكان النادي الأهلي أجهز النوادي اللي كانت موجودة، فبالتالي الماتش طلع بشكل كويس. والله هو كان ماتش يعتبر يعني تجربة جديدة للكابتن حسام حسن، فما نقدرش نحكم عليه لسه في البداية، لسه الناس بتجرب التشكيلات الجديدة واللعيبة الجديدة وفي اختيارات جديدة، فلسه نقول تجربة جيدة يعني، بس لسه قدام شوية ما نبتدي نحكم على المنتخب مع كابتن حسام يعني.